هما في الأداء الفني امبارح ما فوتوش أي فرص ليهم. لا، هو نتكلم على الاداء الفني بتاع النادي الاهلي ونتكلم عن التحكيم. الاداء الفني بتاع النادي الاهلي للمباراه بس، مش للمباراة. انا اتكلم على المباراه بتاعت امبارح، اتكلم على ماتش امبارح. الاداء الفني كان مقبول، يعني الاداء الفني للنادي الاهلي كان مقبول، ولكن ما كانش افضل في افضل حالاته. النادي الاهلي كان عنده اداء فني يقدر يقدمه افضل من كده. ليه كان مستحوذ على المباراه واضح جدا طول المباراه، كان مستحوذ على الكوره وضيع فرص. عدد الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي، انا كنت موجود امبارح يعني في المباراه، عدد الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي اقل بكتير من المطلوب. النادي الاهلي ما قدرش يترجم الاهداف او الفرص اللي جات له لاهداف. انا مهدي بعد المباراه مباشره سالت المدرب بتاع الوداد سؤال مهم جدا، يعني بعد الدقيقه بعد الاهلي ما احرز الهدف الثاني، احنا شفنا وحسينا ان فرقه الوداد استسلمت في الملعب، والاهلي سيطر بشكل كبير جدا على الملعب لحد على المباراه. لحد الدقيقه 72 تقريبا الاهلي اللي بدا يتراجع، وكانه بيدي رساله لعيبه الوداد اللي انا اكتفيت بالنتيجه دي. انا سالت مدرب الوداد امبارح في المؤتمر الصحفي في المؤتمر الصحفي المباراه، سالته سؤال واضح، يعني هل تراجع الاهلي رجعك للماتش او طمعك في الماتش؟ وهو رد قال طبعا انا واضح جدا في الملعب ان لاعيبه الاهلي ما كانتش عندها الرغبه ان هي تزود الاهداف. لاعيبه الاهلي اللي ما كانش عندها رغبه ان هي تزود الاهداف، فده طمعه في المباراه. فالمباراه كانت ما بين اقدام لاعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي كان لحد الدقيقه 60 تقريبا عامل ماتش كويس جدا. مين اثر امبارح؟ يعني انت شفت الاداء بتاع اللعيبه كلها، شفت مين كان ممكن يبقى اداؤه يبقى احسن؟ لا، الاداره الفنيه للمباراه من كولر، احنا بنشيد بكولر طول الوقت من وقت المدير الفني للنادي الاهلي. انما الاداره الفنيه بتاعته للمباراه امبارح ما كانتش كويسه. لحد الدقيقه 84 ما بيغيرش، كسبان 2-0، كان عنده فرصه يزود النتيجه، كان عنده فرصه ان هو يعمل تغييرات هجوميه او حتى يحافظ على وسط الملعب وعلى خط دفاعه. اللعيبه انهكت، اللعيبه عملت بذلت مجهود كبير جدا لمده 83 دقيقه بدون اي تغييرات، ضغط عالي جدا من لعيبه الاهلي من خلال الشوط الاول والشوط الثاني على لعيبه الوداد. الوداد كان عنده كثافه عدديه في نص ملعبه، وده ارهق لعيبه النادي الاهلي، لعيبه الوسط ولعيبه الخط الهجومي، فكان لازم يكون في تغييرات مبكره لكولر والجهاز النادي الجهاز الفني للنادي الاهلي. تاخير التغييرات ده اثر بدنيا على لعيبه النادي الاهلي. الراجل الثاني كان واقف البلجيكي مدرب الوداد، عمل تغييرين ثلاثه، وكان الاهلي ما عملش ولا تغيير. ده وضح الفرق، من بمجرد ما مدرب الوداد عمل تغييرات وضح الفرق، لمصلحه الوداد بدا يظهر. زي ما قلت لحضرتك الدقيقه 83 ما فيش اي تدخلات فنيه، واضح جدا ان النادي الاهلي اكتفى بالهدفين. طبعا نتيجه هدفين افضل بكتير من نتيجه 2-1، يعني 2-0 افضل بكتير من جدا 2-1 من 2-1 طبعا. ولكن انا بلعب على ملعبي وسط جمهوري و50 او 60 الف متفرج، والفرقه اللي قدامي استسلمت، وواضح جدا ان انت يعني بلغه الكره راكب الماتش وراكب المباراه، وبعدين انت تتراجع على ملعبك، فده ادى فرصه للوداد ان هو يرجع في الماتش تاني.